السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. متواجدين اليوم في أم الساحك. أم الساحك الآن أصبحت مدينة على طريق الجبيل، اللي متجه على الجبيل تجي على يسارك، تبعد عن الدمام تقريبا من 25 إلى 30 كيلو، وبالتحديد متواجدين في مركز السمجك النوعي، يعالج أصحاب الإعاقات وأصحاب الأمراض. وفكرة هذا المركز أنه لوحظ أن بركوب الخيل علاج لبعض الحالات المرضية. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمركز سمجك، بدأ قبل سنة وثمانية شهور بالعلاج والتأهيل بالخيل. بداية الفكرة كانت من قبل 8 سنوات، وبديت فيها مع مرضى ثانية على أنه يبدأ بالشغلة هذه، وبعدها ما شفت أي تحرك. عقبها بديت أنا الفكرة، بنيت أجرت هذه الأرض وبنيت عليها. طبعا البني كان عن طريق إيطاليين، جمعية إيطالية جبتها، شافوا المحل قالوا نبغى كذا كذا كذا. سافرت لإيطاليا عدة سفرات، لألمانيا، فرنسا، أوروبا الشرقية، كازاخستان، المناطق هذه كلها درتها حق العلاج بالخيل، التشيك. فطلت لي على الله وفقني، وطلت لي على واحد عمره 80 سنة تقريبا، له 44 سنة، متخصص بالعلاج بالخيل، هو أخصائي علاج طبيعي. العلاج عندنا بنبدأ فيه 3 مراحل: التقرير الطبي في إيطاليا، الطبيب المعالج معانا البروفيسور في جامعة روما، ومعانا مدير جراحة العظام في مستشفى روما. يجتمعون هم الثلاثة يقررون على الحالة اللي هو الإعاقة الحركية، شو اللي يحتاجه ما يحتاجه، عقبهم الدولة بالبرنامج هنا. وهذا يمكن سبب نجاح الإعاقات الحركية اللي صار ملحوظ بنسبة 90%. بالنسبة للتأهيل، التأهيل مصطلح اتبع لأطفال التوحد، الإعاقات الذهنية متلازمة الدام. التوحد طبعا عدة فئات، فيه الشديد، فيه الوسط، فيه الإغماء، فيه سبايكر، عدة فئات. هذا هو المصطلح النهائي حق العلاج بالخيل، تأهيل لذوي الإعاقات الذهنية والتوحد إشماله، علاج بالنسبة حق الإعاقات الحركية بما فيهم حتى مرضى الجلطات اللي توقفت، عرق النسا اللي هو مرضى السرطان، مبتورين الخيل عامة. فانحاء العالم تستخدم لعدة أشياء. احنا عندنا في السعودية تستخدم سباقات الجمال، القفز، للركوب. فبدينا من المبدأ هذا عشان الكل يتشجع ويخطي هذه الخطوة اللي احنا خطرناها، ونتمنى التوفيق للجميع. الله يبيض وجهك. وجهك. الله يحييك. للفئة المستهدفة، طيب أعمارهم تتراوح من كم إلى كم؟ ما تهم الأعمار كثر ما تهم الحالة اللي هو واصل لها الشخص. هل هو يأخذ أنواع معينة من العلاجات؟ هل هو يعاني من الصرع؟ هل هو يعاني من أمراض ثانية؟ التقرير مهم، الصراحة مهمة من الأهالي. بالنسبة للعمر المقنن للعلاج العقات الحركية، إحنا كمركز هنا ما نستقبل بعد سن 5 سنوات لأشياء معينة. فيه سبب خلاك تتجه اتجاه هذا؟ إيه، السبب كان أبوي الله يرحمه كان مدير مدرسة دمج وفيها طلاب هذه، فلذلك صرت أشوفه ويا الله يرحمه تعبه، يشيلهم يأمن في راعي الباص، يشيلهم يروح يشيلهم في السيارة حقت يرجعهم لبيوتهم، أهاليهم يجون لعنده البيت، حسيت معاناتهم. كان عمري بالعشرينات تقريبا وقت الفترة معينة، بعدها صار صديقي عنده طفل توحد، وين ما أسافر وأروح أجي
بروح معاك بشوف علاج الوليدي ولا روح شوف علاج التواحد، بقى دولة ما درنا. وبالنهاية 20 سنة بعد عمر الدراسي ما ينتهي بعد 15 سنة إذا ما بنافع للتأهيل المهني يكون جالس في البيت وغلبه معتمد على المسكنات وتعرفين المسكنات. على أجر إن شاء الله وخير الخلف لخير السلف. ما شاء الله. خير العلاج حوالي 15 نستخدمه بين 15 و16. فيه أصلاً تدريب للخير للأصحاء ولا فقط؟ فيه بس بشرط. الشرط إنه يكون يراعي الفئة هذه بوقات معينة ومو كل الأوقات. بمعنى الوقت اللي يكون فيه ذوي احتياجات خاصة يكون فيه أطفال تتدرب برا. وفيه شيء اتمنى انه ينتشر باي طريقه، في عندنا مثل سابق يقول الصاحب صاحب. احنا مهتمين بهذه الطريقه واحنا الوحيدين المهتمين، نجيب طلاب سليمين ندربهم ونخليهم يحتكون مع طلاب التوحد ويصيرون اصدقائهم، وهذه بدايه الجد. بل في ناس تكلمت باول يوم لما بنت علاقه مع ناس بسن، بس ما في تعاون بيننا وبين المدارس بشيء كبير، نشتغل سنه وثمانيه شهور لا من الأولياء ولا من أي جهة، لا حكومية ولا خاصة. العلاج مجاني. مجاني. الله يتقبل. الله يرضى. هنا هذه واحدة من الحالات اسمها سلمى. قدرت تحرك رجليها كله بفضل ركوب الخيل. طفلة من ذوي الهمم اللي تحولوا إلى برنامج الفروسية، أصغر فارسة في السعودية إن شاء الله. ما شاء الله بطلة.